طيب احنا شفنا ازاي بنحذف القيم من الاري من اولها وازاي بنحذفها من اخرها. طب نفترض ان مثلا انا احذف القيمه اللي في النص، مثلا الثانيه الثالثه العاشره، فدي بستخدم فانكشن اسمها unset. الانست عموما بتعمل انست لاي حاجه، سواء للفاريبل او للاندكس من الاري. يعني دلوقتي انا عندي مثلا النيمز، عايز احذف منها الاليمنت اللي هو بتاع علي. احنا لو فاكرين في الزيرو ان الاندكس اريز هي زيرو بيزد، فده عندي اول اندكس 0 1 2، فانا دلوقتي عايز احذف علي، فالعلي كي بتاعه ايه؟ 1، فاجي اقول له انست 1. تمام، تعالوا كده نعمل برنت ار ونشوف النيمز دلوقتي ايه. شايفين هنا قال لي 0 حسن وصار 2، حذف القيمه بس ما عملش ريسيت للاري. هو مش دي وظيفته، هو الفكره ان هو بيحذف لي الايه، القيمه اللي انا بديها له او الاندكس اللي انا بديها له او الفاريبل اللي انا بديه له. طب لو ممكن اقدر احسب اكتر من حاجه في نفس الوقت، ممكن اقول له هنا انسيت كمان نيمز 2، احذف علي وساره، فكده مش هيبقى في عندي غير ايه، غير حسن بس. فانا دلوقتي لو عايز احذف حاجه عن طريق الكي، ونفس الكلام بينطبق على الاسوشيتد اري. يعني لو مثلا عندي يوزر في اي دي 1 نيم حسن اهو، حاجه زي كده، بستخدم الانسيت يقول له برنت يوزر. تعال نبص الاول كده عليها، جميل. طيب تعال نيجي اقول له هنا ايه، انسيت اليوزر ده عايز احذف منه النيم، فكده خلاص مش هبقى عندي غير ايه، غير الاي دي بس. انسيت يوزر، سوري، دي المفروض تبقى دي تحت مش فوق، تحت الانسيت. فده تبقى عندي الاي دي. طب لو جيت حذفت كمان الاي دي، فده تبقى الاري عندي ايه، فاضيه، وهكذا. فالانسيت بتحذف قيم من الاري بناء على الاندكس اللي انت بتديهوله، سواء كان ارقام او يعني سواء كان اندكس اري او اسوشيتد اري، يعني كسترينج كتكست او كارقام كاندكسد.